بابا ماما فاقت. انا كنت واثق 2000% ان ربنا مش هيرد دعائي. هو ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه يا طنط. ايه ده؟ هو البيت عم بيحلو كده يا عم ولا ايه؟ فين جلجل ورؤية؟ انت كنت محتاجه نقل دم وجلجل اتبرع عليك ورؤية راحت تطمن عليه. حبيبي يا جلجل عايزه اطمن عليه. استني يا ماما يا راجل في الولايه كلنا حواليها وبرده جلجل. الله يبرع لي بالدم. انا شاكك اساسا ان هو يكون عنده دم. يا عم بقى اسالك يا حسن بقى. مساء الخير. مساء النور. حضرتك والي الجلال. اه خير. هو عمل حاجه؟ هو حصل له شويه مضاعفات لان كان عنده مشكله في القلب وما كانش قايل عليها. حبيبي يا ابني محتاج حب مع الواحد. تزعلش مني يا جلجل. أب يا أخي بيناكف ابني. كنت بناكفك عشان عايزك أحسن واحد في الدنيا. عايزك أعظم واحد في الدنيا. يا رب ابني من إيديك وأنت أحن عليه مني. اشفهولي يا رب. قومهولي يا رب. يا رب. الحقونا اطمنوا خالص هيبقى كويس ان شاء الله. الحمد شكر لك يا رب. الف حمد وشكر. ربنا استجاب لي دعوتي. الف حمد وشكر لك يا رب. صباح الخير يا جلجل. الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا حبيب قلب أبوك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. وحشتيني. انت كمان.
زمان قوي. عبد الله على سلامتك. وحشتيني. انت كويس دلوقتي؟ الحمد لله. ماما فين؟ ماما يا سيدي كويسه بخير وقاعده بابنك كمان. قفشت فيه ما رضتش تسيب. الحمد لله على السلامه يا جلجل. الله يسلمك يا سلمى. تعملش كده تاني. حاضر. طيب انا همشي بقى. سلمى عايزاكي بس. حبيبتي انت تعبتي قوي معانا من امبارح هنا. تقوليش كده. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. لو احتجتوا اي حاجه انا موجوده. اكيد. ما نجلكيش حاجه وحشه ان شاء الله. مش فاكرك يا لطيف. ما بحبكش. وبعدين ازاي دي انت تتبرع بالدم لامك وانت اساسا دم تقيل؟ يا دي ابو دم تقيل. يا ابو يا دجل. انا اجيبه منين يعني؟ اجيبه منين؟ انت خلي محل الحانوت يسترزق. سيبه لربك لطف. ما لقيتش الا ده اللي تخليه يسترزق.